دلوقتي حبايبي انا كده خلصت السمك كده خلاص، احلى سمك مشوي تقدري اللي انت تعمليه بكل سهوله. تقدري تعملي اي سمك على فكره بنفس الطريقه ديت اللي انا عملتها معاكم، تعمليه وتقدميه بقى مع رز ابيض شويه سلطه، هيبقى حلو جدا. زي ما احنا شايفين طريقته سهله وبسيطه اهيت، يعني ما خدش مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أخوتي وحبايبي في الله، معاكم حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض سمك مشوي كده اهوت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وأتمنى إن أنتم تتابعوني كده لنهاية الفيديو عشان إن شاء الله كده تستفادوا بالوصفة اللي أنا راح أقدمها معاكم النهاردة. صينية سمك هتعمليها جميلة جدا تحفة، فأتمنى إن أنتوا تتابعوني كده، ولو عجبكم فيديو حبايبي فضلا وليس أمرا ما تنسونيش كده باللايك والشير، واللي لسه أول مرة تتابع القناة بقول لها أهلا وسهلا بيكي حبيبتي، نورتي القناة، وما تنسينيش كده تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل فيديوهاتي وكل جديد أنا بقدمه أول بأول. لا يلا بينا نبدأ كده الفيديو على بركة الله، ونصلي كده على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنحتاج لإيه. نوت انا كان عندي ربطة بقدونس، فانا اساسا غسلتها كويس وشلت الورق الاصفر من ده وقطعتها وشلتها في الفريزر، بستخدمها يعني هي في الوصفة النهاردة يعني، فهي اساسا انا هنحط الحاجات على النار فمش ضروري اللي هو الفريش يعني، فانا هستخدم دهوت، فالمتوفر عندك تقدري تعمليه. فانا ده كده يعني 3 معالق كده من البقدونس. هنستخدم بصلايه كده صغيره، غسلها كويس ومقطعها بعد ما قشرتها غسلتها كويس وقطعتها كده مكعبات. هنستخدم برضو 3 قرون كده من الفلفل الرومي، يعني اللي هو مش حراق، ممكن لو انتوا حابين بقى ان انتوا تحطوا قرن كده هوت فلفل اللي هو الشطه يعني الحراق، فممكن تحطوا بعد 3 قرون دوت قرن كمان اللي هو الحراق لو انتوا بتحبوا يعني. هنا معايا 5 فصوص كده من الطوق، ما اقطعهم كده طرنشات كده، وهنا معايا دي كده طماطمية، طماطمية كبيرة غسلتها كويس وقطعتها 4 ارباع وشلت بدها البذر وقطعتها كده زي ما احنا شايفين ده مكعبات. ده كده البذر اهوت بتاع الطماطمية، ف انا مش عايزاه. فدلوقتي بقى وهنا معايا السمكة اهوت، 3 سمكات اهوت زي ما احنا شايفين انا فتحهم من الظهر، يعني السمكية كانت كده اهوت انا فتحتها من الظهر ونظفتها كويس زي ما احنا شايفين. نعم طبعا السمك دوت سمك بوري، فتقدروا ان انتوا تستخدموا اي نوع سمك انتوا حابينه، اي نوع سمك، ممكن سمك بلطي اي حاجه اللي متوفر عندك تقدري تستخدميه بنفس الطريقه بنفس الطريقه اللي انا هعملها معاكم. ما هنستخدم 1/4 كوباية من الزيت، هنستخدم ليمونه، وهنستخدم هنا بقى التتبيله دي هتبقى عباره عن 2 معلقة صغيرين من الملح، معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقه كبيره من المعلقه كده صغيره مليانه من الكمون، وممكن تحطي لو حابه تحطي شطه ممكن تحطي شويه شطه معاهم، ونص معلقه كده صغيره من الفلفل الاسمر. بس هي دي كده المكونات معايا. طيب انا دلوقتي بقى هعمل هجهز الصينيه طبعا معايا الاول. لا دي كده الصينيه اهيت، صينيه ناشفه ما فيهاش اي حاجه دلوقتي، ودي كده ورقه زبد، ورق الزبده دهوت انا هبدا ان انا ادهن الصينيه زيت، وبعد كده احط ورقه الزبده وادهنها دهن زيت كمان عشان لما اجي تساعدني بس ساعه التقديم السمك يطلع معايا بكل سهوله. فهنتابع مع بعض برضو اهي اعملها معاكم. هاخد بعدها كده بالزيت وهبدأ ان انا ادهن الصينية كويس. ادهنها
لو انت عندك بقى ايه شواية بالكهرباء، ممكن تجيبي الورق الالومنيوم وكل سمكية بتحطيها كده على ورق الالومنيوم، وبعد كده بتبدأي اللي انت تحطيها على الايه على الشواية تتشوي ايه بقى كده. كده انا حطيت ورقة الزبدة اهيت، هبدأ بقى ايه اللي انا ادهنها برضو دهنة زيت كده. هي بس الخطوة ديت عشان تساعدني ساعة باجي اقدم السمك، فيبقى ايه سهل سهل عليا، ما تبقاش السمكية لازقة في الصينية. بس كده اهوت، كده انا جهزت الصينية خلاص، وهبدأ بقى ايه اللي انا ارص فيها السمك. الخضرة دي كده اهوت زي ما احنا شايفين كده ايه حبايبي، كده انا رصيت السمك كده خلاص. هبدأ بقى ايه اللي انا اجيب الخلطة اللي انا عملتها ديت واخد منها كده واحط كده ايه على السمكية. اهيت اوزع كده ايه على السمكية كده ايه كلها. يبقى كده انا جهزت كده خلاص السمك، هسيبه بقى ايه كده ايه على جنب لحد ايه لحد ما اجهز الخلطة. هجيب المقلاية اللي انا هعمل فيها وهبدأ اللي انا احط كده الزيت اهيت، يعني كل اللي انا استخدمته يعني ربع كوباية من الزيت. هبدأ بقى انا احط فيها كل الحاجات ديت عشان انا هعملها على النار كده لمدة دقيقة. كله كده كل الحاجات ديت احطها مع بعضيها. واحط الطماطم احطها بقى اولع عليها كده على البوتاجاز. وفي حاجة كمان برضو اعملها برضو بالمرة، السمك احط عليه عصرة ليمون. ابدأ انا الليمونة اللي معايا كبيرة فممكن اكتفي بنص واحدة بس ايه كفاية. طبعا انا لما جيت غسلت السمك وفتحته وغسلته انا غسلته كويس جدا بملح مقلبة معاه دقيق، وبعد ما غسلته كويس الاول وطلعت الحاجة اللي في بطنه غسلته كويس بشوية ملح كده على دقيق، وبعد كده هو نقعته في مية و مع شوية ايه عصير ايه ليمون نعم لحد ما تخلص بس ايه من الزفارة اللي فيه. كده خلاص كده بقى ايه هنسيبها بقى ايه دلوقتي. يبقى انا كده جهزت السمكة اهوت، هنعمل بقى ايه الخلطة على البوتاجاز. دلوقتي يا حبايبي انا ولعت كده حطيت البقلاية كده على البوتاجاز، ابدأ بس ان انا اشوح بقى الايه الخضار ده اهوت لمدة بقى ايه يعني دقيقتين كده ولا حاجة لحد ما يدبل ايه معايا، لان انا هدخل الصينية ديت تحت في الفرن
فالحاجات بقى ايه تبقى كلها تبقى مستوية. هقلب فيهم كده شوية وبعد كده نرجع تاني. طابون دلوقتي حبايبي، حابة بقى لا احط شوية كده من التتبيلة على عشان طبعا الخضار معايا يبقى برضو ايه ما يبقاش عادب، فيبقى ايه يبقى واخد كده من التتبيلة اللي انا ايه عاملاها زي ما احنا شايفين. وهسيبه برضو ايه شوية كمان يدبل شوية كمان. لا دلوقتي يا حبايبي انا كده ايه اللي شوحت كده الخضار كده لحد ما دبل معايا وكده خلصته ايه كده خلاص. هبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا اجيبها حافة كده عشان تشوفوا معايا. شايفين الحتة دي كده اللي هي في السمكية من هنا، فهبدأ ان انا احط فيها شوية من الخلطة، يعني اوزع الخلطة هنا اهوت وهنا وهنا. كده طبعا لو انتوا حابين تحطوا عليها كلها ممكن تحطوا مع دلوقتي بعد ما حطيت الحشوة كده اهوت تقدري اللي تدخليها في الفرن وتسيبيها لحد السمك كده بيستوي، وبعد كده تشغلي عليها الايه الشواية عشان السمك ياخد ايه لون، وتقدري اللي تحطيها على البوتاجاز من فوق لمدة 10 دقايق كده ولا حاجة او ربع ساعة على نار هادية لحد السمك ما يستوي، وبتغطي الصينية وبعد كده بتدخليها تحت الشواية تاخد لون ويبقى كده هوت السمك خلص معانا. فانا هعمل الخطوة ديت وتابعوني. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت الصينية كده زي ما احنا شايفين موطية البوتاجاز، وهسيبها بقى هغطي الصينية واسيبها كده اهوت بقى ايه لحد السمك كده ما يبدأ اللي هو يعني يستوي كده معايا، وبعد كده ادخل الصينيه ديت تحت الشوايه لحد السمك كده ما ياخد لون كده من فوق الوش، ونرجع تاني بقى ونقدمها ايه تشوفوا شكلها معايا. تابعوني. دلوقتي يا حبايبي انا موطيه كده على السمك زي ما احنا شايفين. بصوا اول ما تعرفي بقى اللي هو استوى استوى ازاي، هتلاقي اللحم بتاع السمك بقى لونه ابيض كده زي ما احنا شايفين. فهنبدأ بقى ايه دلوقتي هو كل ده على البوتاجاز من فوق وانا موطيه عليه ومغطياه زي ما شفنا. فاول السمك اللحم بتاع السمك ما يبقى لونه ابيض هبدأ انا اطفي بقى على الصينيه كده من فوق وادخلها تحت الشوايه علشان ياخد ايه ياخد لون السمك كده ايه ياخد لون كده اهوت ويبقى شكله حلو. فانا هدخل الصينيه تحت الشوايه اول السمك بقى ياخد لون كده هنرجع تاني واوريكم شكله. تابعوني.
دلوقتي حبايبي كده انا خلصت خلاص، طلعت صينية السمك كده من تحت الشواية، وزي ما احنا شايفين شكلها السمك جميل جدا، سمك مشوي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. احلى سمك مشوي تقدري ان انت تعمليه بكل سهولة، تقدري تعملي اي سمك على فكرة بنفس الطريقة ديت اللي انا عملتها معاكم، تعمليه وتقدميه بقى مع رز ابيض شوية سلطة، هيبقى حلو جدا. زي ما احنا شايفين طريقته سهلة وبسيطة اهيت، يعني ما خدش مني وقت على فكرة يعني. فأتمنى حبايبي الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش كده حبايبي، ما تنسوش كده ان انتوا تدعموني كده باللايك والشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. لا كان معاكم حنان الوراقي، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين اهوت، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.